وفي دعم فلسطين يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، حيث استقبل المطار اليوم 5 طائرات تحمل على متنها 131 طنا من المساعدات المتنوعة. أوضح الهلال الأحمر المصري أن الطائرة الأولى قادمة من بلجيكا وتحمل 35 طنا من المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية ومولد كهرباء، بينما تحمل طائرة ماليزيا 57 طنا من المواد الغذائية والطبية. وأكد الهلال الأحمر المصري أن طائرة سعودية وتحمل 17.5 طن من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية، مشيرا أن الأردن أرسلت طائرة تحمل 6 أطنان من المستلزمات الطبية الخاصة بالأطفال والنساء، بينما تحمل طائرة ألمانية 5.5 طن من المواد الإغاثية والخيام.